كسوف الشمس يوم 8 ابريل في مونتريال وكندا بسم الله الرحمن الرحيم كسوف الشمس الكلي هو ظاهره فلكيه عجيبه مهيبه تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والارض فيحجب ضوء الشمس بالكامل فيصير النهار ليلا وهو ايه من ايات الله يذكر الله بها عباده وتحدث على فترات متباعده جدا والله تعالى يرسل بهذه الآيات تخويفا وتذكيرا وعظة وبيانا لقدرة الله وهيمنته على الكون كسوف الشمس عندنا في مونتريال سيكون يوم 8 أبريل يوم الاثنين 29 رمضان الجاري وسيبدأ الساعة الثانية والربع وكذلك في بعض الاماكن في كندا وفي العالم فاذا رايتم الكسوف فهرعوا الى الصلاه واقيموا هذه السنه لذلك ان شاء الله تعالى سوف نقيم صلاه الكسوف بالمركز وندعو كذلك كل المساجد والمراكز لصلاه الكسوف واحياء لهذه السنه التي قد تاتي مره في العمر وصلاه الكسوف كسوف الشمس ركعتان في كل ركعه قيامان وركوعان وسجودان يقرا في الاولى الفاتحه وسوره طويله ثم يركع طويلا ثم يرفع ولا يسجد بل يكمل قراءه السوره او يقرا سوره اخرى دون الفاتحه ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانيه كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يقرا التشهد ويسلم فقد ثبت في السنه ان الشمس كسفت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاه ابنه ابراهيم فقد جاء في الصحيحين عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان وفي روايه ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فادعوا الله وصلوا ولهذا ذهب جمهور السلف الى استحباب الخطبه بعد صلاه الكسوف اسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم انشروا هذا المقطع للتذكير وجزاكم الله خيرا وحفظ الله الجميع ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته